اللي بيتطور ويتغير. لكل هذا كان معنا على الهاتف دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي. دكتور سعد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير يا كابتن عادل. مساء الخير يا دكتور سعد، يا وش السعد. الله يخليك يا كابتن حاج. ده انحياز تسويقي. لا ما هو انحياز نوعي انا ماليش دعوه بيه. طبعا هو الاب الروحي للتسويق كابتن عادل. دكتور، المجلس الاداره بيولي للاداره التنفيذيه مهمه الترتيب الخاص لاحتفاليه لائقه وكبيره بانتصارات اكتوبر، يا ريت حضرتك تحطنا في الصوره فيها. يعني في الحقيقه مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود عنده تقدير كبير في الحقيقه لحرب اكتوبر المجيده. لأن الحرب دي بتعكس دور مؤسسة وطنية عريقة بتحمل كل معاني الفخر والإعزاز في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي. يعني دور القوات المسلحة المصرية في هذه الحرب المجيدة، المجلس في الحقيقة دايما حريص على أن يكون في احتفال بهذه المناسبة. يعني زي ما ذكرت يعني من دقائق محدودة أن هي في الحقيقة مصدر إلهام لينا كلنا في جمهورية مصر العربية وأيضا في الوطن العربي. وخلينا نقول ان دور القوات المسلحه في الحقيقه ايضا ما زال مستمر في الالهام في مواجهته الشرسه ضد الارهاب في الحقيقه، ده واضح جدا لكل جموع الشعب المصري في الحقيقه، وما زالت بتقدم التضحيات على كل الاراضي المصريه وخاصه ارض سيناء اللي استعدتها في اكتوبر المجيده في الحقيقه ما زال دورها مستمر، وليس فقط ايضا في حمايه الامن القومي المصري ايضا، بل تقدم دور رائد وفريد يمكن احنا ذكرناه في مداخلات عديدة، أن القوات المسلحة ما زالت أيضا هي القلب النابض لعمليات التنمية اللي بياخدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويمكن إحنا قلنا أن تقريبا في تماثل ما بين رؤية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أيضا رؤية النادي الأهلي اللي أيضا بيلعب دور رئيسي في عمليات التنمية اللي بياخدها في كل افرعه الثلاثه اللي موجودين في مدينه نصر وايضا في زايد وايضا فرع الجديد ان شاء الله في التجمع، بالاضافه للمقر التاريخي للنادي الاهلي اللي تاسس ايضا على دور وطني مهم. وبالتالي النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود دايما حريص على ان الاحتفالات ايضا تبقى مستمره طوال شهر اكتوبر وليست في يوم واحد. وهنا كان التكليف للإدارة التنفيذية بالاستعداد لاحتفالات أكتوبر المجيدة إن شاء الله بشكل يليق بهذا النصر العظيم وأيضا بشكل يليق بمكانة المؤسسة الوطنية العريقة وهي مؤسسة القوات المسلحة المصرية. ده كان في الحقيقة أحد المجالات الرئيسية لاجتماع مجلس الإدارة الماضي اللي كان من أيام محدودة. طيب اتفضل يا باشمهندس. لا اتفضل، عشان في حاجات كتير عايزين. كان في جزئيه خاصه في القرارات بشان العضويه ورفع رسوم العضويه للشيخ زايد والتجمع يا دكتور سعد. لا، والعرض على الجميع العمومي عشان يفهمنا يعني اهميه هذا السرد. يعني هي ده واحد من الموضوعات المهمه في الحقيقه، وده بيعكس حجم التطور الاستراتيجي اللي بيحصل في النادي الاهلي وجوده الخدمات اللي بتتطور في النادي الاهلي خلال الاربع سنين الماضيه. وفي الحقيقه احنا لما جينا درسنا واقع سوق العضويه في جمهوريه مصر العربيه، كان كابتن محمود ومجلس الاداره المؤقر طلب اعداد دراسه عن تطور اعداد العضويه في المقرات المقر الرئيسي والاربع فروع الاخرى حتى بما فيها فرع الاقصر. في الحقيقه وجدنا ان احنا اعلى حجم طلب موجود في السوق المصري على خدمات العضويه كانت عندنا في النادي الاهلي، على الرغم ان في الغالب النادي الاهلي دائما ما كان ينظر عليه لانه هو بيت صناعه البطوله الرياضيه، ولكن في الحقيقه نتيجه للتطورات الكبيره في البنيه التحتيه اللي احنا حطينا فيها استثمارات كبيره جدا، مجلس الاداره في الحقيقه كان قام بعمليه ضخ استثمارات ماليه ضخمه في كل الافرع اللي موجوده في النادي الاهلي في مدينه نصر في زايد وايضا فرع التجمع الجديد. ففي الحقيقه وجدنا ان في زياده في معدل العضويه بنسبه تجاوزت 105%. يمكن البعض هيستغرب بالرقم، خلال الاربع سنين الماضيه احنا كان عندنا في الشيخ زايد 5300 عضويه، النهارده تجاوزنا 11000 عضويه خلال اربع سنوات، يعني حجم طلب بيتضاعف بيتجاوز ال 105%. ايضا فرع التجمع الجديد لسه احنا ان شاء الله بصدد افتتاحه في القريب العاجل خلال المرحله
القادمه ان شاء الله. احنا النهارده بنقترب من 3000 عضويه، وده ايضا واحد من الخطوط اللي احنا بنستهدفها. وبالتالي كان النهارده عشان يبقى في توازن ما بين العرض والطلب، كان في قرار من مجلس الاداره برفع قيمه العضويه من 250,000 الى 350,000، واعتماد بدايه من شهر 1/1/22. وده هيتم، احنا يمكن حددنا التاريخ زي ما ذكر كده الكابتن عادل مشكوره، لان النظام الاساسي عندنا في النادي الاهلي، وده واحد من الانظمه اللي الجميع بيفتخر بيها لانها هي اللي بتقود عمليه الحوكمه في النادي الاهلي. هيتحدد، هيتعرض على الجمعيه العموميه قرار مجلس الاداره، وحاله اعتماده ان شاء الله من الجمعيه العموميه سوف يبدا تنفيذه من 1/1/22. ودي اعتقد النهارده فرصه لجماهير النادي الاهلي اللي عندهم رغبه شديده ان احنا يعني يشرفونا ان شاء الله في العضويه دي، فرصه ان شاء الله يستفيدوا من هذا السعر اللي موجود في الفتره الحاليه، لان احنا عاملين في الحقيقه حمله ترويجيه كبيره جدا في الفتره القادمه ان شاء الله للترويج للمنشات الرياضيه الجديده. احنا يمكن عندنا في خلال ال 15 يوم القادمه ان شاء الله هنفتتح 4 صالات جديده يمكن ذكرناهم مع حضراتكم في الشيخ زايد، وايضا بعدها بفتره قد تكون قصيره هنفتتح برضو ايضا التطورات اللي هتبقى في المبنى الاجتماعي في زايد، بالاضافه الى ملاعب البدل. ده بالنسبه لفرع زايد. واحنا زي ما قلنا قبل كده اكثر من مره ان احنا بنشتغل على مساحه تقترب من 29 فدان، بالاضافه للمساحه اللي موجوده حاليا في زايد وهي كانت 27 فدان. فده يعني اعتقد بيعكس حجم الاثنين مع بعض يبقوا كام يا دكتور كده؟ يعني احنا عندنا 27 و29، يعني النهارده بنتكلم 56 فدان، هنشتغل على بنشتغل على 56 فدان. ايضا في التجمع اللي هي تقريبا 45% من المساحه العامه، 45% من المساحه العامه زي ما حضرتك ذكرت كده وتفضلت مذكورا كابتن عدلي، لان احنا عندنا الجمعيه العموميه الموقره في النادي الاهلي مخصصه 60 فدان لصالح مشروع استاد النادي الاهلي، وبالتالي احنا النهارده عندنا اكثر من 129 فدان وشويه في زايد، ده المساحه الكليه لفرع زايد. ايضا مدينه نصر النهارده وهي بتاخد نصيب الاسد، يمكن كان اخر افتتاحاتها هو الجراج مدينه نصر، وبالتالي ده بينعكس على جوده الخدمات اللي انت بتقدمها لاعضاء النادي الاهلي في الحقيقه، اللي يستحقوا بذل المزيد من الجهد والتعب في الفتره الماضيه اللي قادها مجلس الاداره بصراحه بكل حكمه واقتدار، ووفر ليها كل مصادر التمويل، وده كان احد اساليب النجاح اللي هي وصلتنا لهذا الطريق، اللي هو ان احنا النهارده عندنا بنيه تحتيه احنا بنفتخر بيها في 4 فروع وليس في فرع واحد. وده شيء اعتقد ان اي اهلاوي النهارده واعضاء الجمعيه العموميه يعني بيفتخروا بيه، واحنا سعداء بهذا الفخر. معلش لحظة بس عايز ارجع عشان اشوف انا فاهم صح ولا لا. دلوقتي احنا عندنا حوالي 130 فدان او حاجة زي كده، او يقترب اقل شوية او ازيد شوية، انا مش عارف بالظبط. لا زايد، احنا في الحقيقة ما انا بكلم على زايد. فاحنا دلوقتي مخصصين 60 فدان للمشروع الضخم الكبير بتاع الاستاد وملحقاته، والجزء اللي هو يعني هيبقى يخدم على الأسواق وعلى الحاجات اللي احنا هتبدو وكأنها هي التسويقية يعني. يتبقى مثلا كمان بالإضافة لل 60 فدان دولت هيبقوا الملحقات اللي هم خاصين بمشروع الاستاد إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. فاحنا دلوقتي عندنا المساحة اللي احنا عايزين نخصصها للخدمات للسادة الأعضاء زيهم تقريبا أو أكتر شوية. يعني احنا النهارده بنتكلم ان شاء الله لما تكمل المرحله اللي احنا شغالين فيها بال4 صالات بالمبنى الاجتماعي بالملاعب بملاعب البدل، ان شاء الله بنتكلم عندنا النهارده شغل على 56 فدان، قلنا منهم 29 فدان المرحله الحاليه احنا بنشتغل عليها، والمرحله اللي تم افتتاح فرع زايد عليها كانت تحدود 27 فدان، فاعتقد ان احنا عندنا مساحه اجماليه بتتجاوز تقريبا 56 فدان ان شاء الله. جميل جدا. جميل جدا. بالنسبه للفرع بتاعتي عندنا ايضا مدينه نصر، وده واحد من هو الفرع الثاني بعد فرع الجزيره، ده النهارده بيقترب ايضا من ال 50 فدان، وده كان برضه بيضم سلسله من المشروعات التطويريه اللي تمت في هذا الفرع منطقه الفود كورت، وما زالت الافتتاحات مستمره في منطقه الفود كورت. يعني عندنا 2 من اكبر العلامات التجاريه تم افتتاحهم في النهارده في مدينه نصر، افتتاح احد العلامات التجاريه الكبيره
في تقديم خدمات الطعام. في الحقيقه في مدينه نصر النهارده الخميس واحنا بنتكلم في افتتاح لفرع جديد ايضا، وبالتالي النهارده انت بتقدم سلسله من الخدمات بالاضافه لمجموعه ملاعب الاكاديميه. ايضا هيبقى في 2 ملعب 4 ملعب بدل في مدينه نصر سيتم افتتاحهم في الفتره القادمه، بالاضافه الى جراج اللي تم افتتاحه، بالاضافه الى كمان عمليه التطوير اللي تمت في الاسوار. دي كلها مجموعه من الخدمات والبنيه التحتيه اللي بتعكس جوده الخدمات المقدمه في النادي الاهلي، وبالتالي عندما يقرر مجلس اداره النادي الاهلي رفع قيمه الاشتراك هو بنبقى عندنا دراسه جيده للسوق، عندنا دراسه جيده ايضا لحجم الطلب، وكل التقارير الصادره في هذه الدراسه بتؤكد ان النادي الاهلي اكبر مبيعات عضويه هذا العام ما بين مختلف الانديه المصريه نتيجه العام. دكتور سعد، عشان الناس تقدر تستوعب، انا يعني انا عايز اقولها بطريقه بسيطه كده، يعني دلوقتي ميزانيه النادي الاهلي الضخمه دي بحجم الانجازات الضخمه الانشائيه والتوسعات والمنشات والفروع و و و و اذا الاعضاء بيتهيألي كده احنا واخدين من 65 ل 70% من الميزانيه لصالح الاعضاء، برغم من الوفاء بكافه الالتزامات الماليه للرياضه سواء كره القدم او الالعاب الاخرى. انا مقرب كده بشكل ولا بعيد قوي؟ زي ما حضرتك بتقول بالنسبه تقريبيه النهارده الخدمات المقدمه لصالح الاعضاء اللي هي احنا بشكل بنيه تحتيه وبشكل منشات رياضيه بتقدم سلسله من الخدمات للاعضاء، احنا تقريبا بنتكلم في نفس النسبه المئويه، وكانت هي اللي حاصله على نصيب الاسد في الحقيقه. وزي ما انا يمكن ذكرت في مره سابقه قبل كده، اجمالي الاستثمارات اللي تم استثمارها في البنيه التحتيه خلال الفتره الماضيه الاربع سنين الماضيه بلغت 1,292,000,000 جنيه، ففي الحقيقه ده رقم ضخم جدا، مفيش اي من الانديه قدر يستثمره في البنيه التحتيه بتاعته لصالح خدمات مقدمه للاعضاء، هذا بخلاف الموازنات الخاصه بالنشاط الرياضي وايضا فريق الكره اللي هي ايضا شافت طفره غير مسبوقه في الانفاق على الرياضه، يعني في الانفاق على الرياضه. فهنا مجلس الاداره في الحقيقه قدر يحقق التوازن ما بين الانفاق على النشاط الرياضي وتحقيق انجازات رياضيه اعتقد كانت واضحه جدا. وفي السنه الاخيره احنا نقدر نقول ان احنا كان عندنا في سنه واحده بطولتين افريقيتين كرة القدم، كان عندنا ثالث كأس العالم للأندية، أيضا في كل الرياضات اللي عندنا الرياضات الجماعية الرياضات الفردية كل ده إن شاء الله كان موجود الحمد لله نتائج موفقة، وبيقابلوا ده كمان إنفاق مالي عشان تقدر تحقق الإنجازات. وفي الجانب الآخر البنية التحتية بتاعتك اللي حضرتك بتطور فيها ايضا على مستوى الخدمات المقدمه سواء من منافس بتقدم خدمات للاعضاء انت ايضا بتطور فيها، ايضا دورك المجتمعي لم يكن هناك تخطيط فيه، ويمكن حضراتكم تابعتوا معانا كان في هذا الاسبوع اجتماع لمجلس امناء مؤسسه الاهلي المجتمعيه اللي تم استعراض فيه استراتيجيه النادي الاهلي اللي بتركز على 5 مجالات رئيسيه، الرياضه والمسؤوليه المجتمعيه، الرياضه والصحه، الرياضه والتعليم، الرياضه والفنون والثقافه، الرياضة والترفيه. دي 5 مجالات إن شاء الله المؤسسة المجتمعية بتشتغل عليهم، وفي إن شاء الله اجتماع في الفترة القادمة لاستعراض المبادرات إن شاء الله اللي هيتم تنفيذها. وده دور أيضا النادي الأهلي بيتفرد بيه، النادي الأهلي على الرغم من تركيزه على خدمات أعضائه وأيضا تركيزه على إنجازات رياضية وطنية كبيرة لم ينسى دوره تجاه المجتمع اللي بيعيش فيه، وبالتالي ده دور مثلث متكامل الاهلي في الحقيقه بيتفرد فيه داخل جمهوريه مصر العربيه. بجانب كل هذا الاهتمام في خدمه مهمه جدا جدا قدمها النادي الاهلي خلال الايام الماضيه، الناس فجاه لقيت الاهلي بيشكر وزاره الصحه الراي العام يعني، لكن مؤكد الاعضاء شعروا بهذه الخدمه. احكي لنا شويه عن حكايه انك انت يعني قدمت وسهلت عمليه التطعيم لاكبر قدر من اعضاء النادي الاهلي. يعني خليني في الحقيقه انتهز الفرصه كابتن عدلي واوجه الشكر لحضرتك على هذه اللمحه، وايضا من خلال منصه الاهلي الاعلاميه الرئيسيه قناه النادي الاهلي ان احنا نتوجه بالشكر الجزيل لوزاره الصحه وكل فريق العمل في وزاره الصحه بقياده وزير الصحه في الحقيقه على مجموعه الخدمات اللي قدموها لاعضاء النادي الاهلي في كل الفروع الثلاثه في الحقيقه،
في مقر الجزيره وفي مدينه نصر وايضا في زايد. في الحقيقه احنا من فتره كبيره كنا بنشتغل مع وزاره الصحه وبنتعاون، لما كانت الفرصه متاحه ان يبقى في تطعيمات بشكل مركزي في ارض المعارض كنا بننسق مع وزاره الصحه، وكنا طعمنا اكثر من 3111 واحد من خلال وزاره الصحه، لكن كانت خارج مقرات النادي الاهلي. دي كانت الفتره الاولى للتعاون، وفي الحقيقه هم كانوا متعاونين جدا جدا معانا في الفتره دي، وكنا بنطعم في ارض المعارض. لما تمكنا من ان احنا نعمل التطعيم داخل مقرات النادي الاهلي ايضا، عملنا ده بالتعاون مع وزاره الصحه في الحقيقه في مقر الجزيره وفي زايد وفي مدينه نصر. في الحقيقه احنا بقى لنا 4 ايام شغالين، ريحنا النهارده عشان ننظم الافراد اللي هم هياخدوا الجرعات الثانيه، عشان زي ما انت حضرتك عارف بيبقى في فتره زمنيه ما بين الجرعه والجرعه. في الحقيقه فاحنا كنا حريصين ايضا ان احنا نقدم الخدمه دي لاعضائنا، كمان زي ما وجهنا الشكر لمعالي وزير الصحه وفريق العمل اللي شرفنا في المقر الرئيسي والفروع، كمان بنشكر جماهير النادي الاهلي في الحقيقه على حرصها الشديد على تلقي التطعيمات في ظل هذه الجائحه اللي بتموج في كل انحاء العالم. كان نموذج في الحقيقه قدموا صوره اكثر من رائعه، كنا فخورين بيهم في حرصهم على تلقي التطعيمات واتباع التعليمات اللي حطتها اداره النادي. وان شاء الله في الفتره القادمه احنا مستمرين مع وزاره الصحه ان شاء الله استكمال تطعيم باقي اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله. الاليه ايه؟ الاليه معلش اتفضل اخر حاجه عشان اتفضل. الاليه ايه؟ يعني انا عضو في النادي دلوقتي عايز اخد التطعيم اعمل ايه؟ احنا في المرحله الاولى اتبعنا الاتي، ان حضرتك بتخش على السيستم بتاع وزاره الصحه، فبتسجل بيانات حضرتك بالرقم القومي، بتيجي رساله حضرتك ليك، فبناخد من حضرتك الرساله ونسجلها في الكتب، كان في اليوم التالي على طول بنحدد لك موعد التطعيم في زي ما قلت في ارض المعرض. لما جينا استضفنا وزاره الصحه مشكوره تعاونت معانا في المقرات، كان عندنا ضعف في الكتب لان كانت داخل الجرعات ما كانتش لسه وصلت، فلما وصلت استكملنا الناس اللي هم ال 3111 اللي انا قلت عليهم، كان في بعضهم سجل في الكتب ولم يتلقى التطعيمات، بدانا نبعت لكل 300 كل يوم، خدنا 300 فرد نطعمهم. في الحقيقه كان في خلال الفتره دي ما بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه كان في بعض الاعضاء اخذوا التطعيمات بشكل فردي، فبالتالي بقينا نستكمل من اعضاء النادي المتواجدين في الفتره. طبعا نسقنا مع وزاره الصحه على اساس الاعضاء من كبار السن بياخدوا انواع معينه من التطعيم تتناسب مع المرحله السنيه بتاعتهم، ده برضه احنا كنا حريصين ان احنا نعمله. وايضا عندنا فريق عمل مكون من العلاقات العامه واداره الخدمات بيوفروا اجهزه الكمبيوتر متصله بشبكه الانترنت عشان يساعدوا الاعضاء الغير قادرين على ان هم يعني يسجلوا بشكل شخصي، فبيقدموا لهم هم الخدمه، وبالتالي ده كان شكل يعني مبسط للاجراءات اللي تمت في الفروع الثلاثه. طيب دكتور سعد، في العوده لموضوع الاشتراكات، الحقيقه لانه في ناس كثيره بتسال، اي واحد راغب في العضويه للنادي الاهلي سواء في الشيخ زايد او في التجمع يعمل ايه دلوقتي؟ ايه الاليه برضه؟ حضرتك الاليه ان هو بيتوجه لاداره الاستراكات في النادي الاهلي، بيحصل على استماره يروح الفرع ولا يجي الجزيره؟ في سواء لا بيجي مقر الجزيره بياخد استماره الاشتراك، ثم بيتحدد له ميعاد للمقابله مع لجنه شؤون العضويه في النادي الاهلي. وفي الحقيقه احنا عندنا ايضا بعض العروض المقدمه للهيئات والجهات السياديه اللي موجوده داخل الدوله المصريه والنقابات ايضا، اكثر من 61 جهه احنا عاملين لهم عروض خاصه للاشتراك في العضويه، ودي في الحقيقه بنقدم لهم مجموعه من التسهيلات الخاصه بهذه الجهات اللي هي فيها مجموعه كبيره جدا من الافراد اللي هم عندهم رغبه في الاشتراك في العضويه. هذه التسهيلات في السداد بتصل الى في بعض الاحيان الى 5 سنين. كمان عندنا تحرك الفتره القادمه ان احنا متحركين مع بعض البنوك الوطنيه لمد فتره السداد للاعضاء عشان تبقى الخدمه متوفره بشكل اكبر، ممكن تصل في بعض الاحيان الى اكثر من 7 سنوات، ده برضو مع بعض البنوك الوطنيه. ففي الحقيقه ده شكل من اشكال الاجراءات المبسطه اللي ممكن، وعملنا النهارده رقم موحد ايضا هيتم الاعلان عنه
في حاله الاستفسار عن الاوراق المطلوبه للاشتراك في العضويه، سواء كانت للمؤهلات العليا او دون المؤهلات العليا ان شاء الله. دكتور سعد، بس عايز برضو الخص بسرعه كده عشان الناس تفهم، يعني دلوقتي اللي عايز يعمل العضويه بالاسعار الحاليه قبل ما تزيد بعد الجمعيه العموميه، وده محتمل بدرجه كبيره، انه يلحق دلوقتي قدامه حوالي شهر، اقل من شهرين. لا، عنده شهرين طبعا، يا دوبك شهرين 60 يوم، 10 و11 و12 ان شاء الله، ثلاث شهور ان شاء الله. يلحق بسرعه يتقدم، لان انا متوقع ان هيحصل اقبال بعد كلام اللي الناس سمعته منك، انك الحق دلوقتي بالاعضاء بالقيم الحاليه زائد التسهيلات الجديده، فالحق ان شاء الله. بس انا عايز اقترح حاجه يا دكتور. اتفضل يا كابتن. دلوقتي الناس بتيجي تعمل وبتقدم الطلب، وبعدين بتتعرض على لجان اللي هو الانترفيو الشخصيه، المقابلات الشخصيه اللي بتؤكد ايوه احنا موافقين تبقى فرد من اسرتنا يعني. وده حرصا على التجانس بين الـ يعني الـ الـ الاعضاء يعني. ف يعني يا ريت نزود شويه اللجان دي، يعني بدل ما يبقوا اثنين مثلا يبقوا اربعه، حاجه زي كده، عشان او يبقى في كل فرع نعمل الخدمه دي، عشان انا متوقع ان ممكن يحصل ضغط فنستوعب الناس ونريحها. يعني انا عايز كمان، يعني حضرتك فتحت لي مساحه يا كابتن عدلي، احنا كمان عندنا توجيه من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود، احنا مش بس هنزود عدد اللجان، احنا كمان زودنا عدد الافراد، وهنروح مش هنخلي الافراد تيجي النادي الاهلي، ده المجموعات الكبيره احنا كمان هنبعت لها الافراد لحد اماكنها، اماكن العمل بتاعتها، تمام، تخلص اوراقها واجراءاتها داخل اماكن العمل في حاله مجموعات كبيره ان شاء الله. ده احنا بنبعت افراد من قسم الاشتراكات بيتواجد هناك بكل اوراقهم، بيخلص مكان الجهه ان شاء الله اللي هي بتتعاون معانا في تقديم هذه الخدمه. النقابات والهيئات والشركات الكبيره. النقابات والجهات السياديه والنقابات المهنيه ايضا، والمؤسسات الكبيره، المؤسسات البتروليه الكبيره، ده تمام. كله البنوك ايضا متعاونين معاهم، بنبعت لهم هناك ايضا فريق من قسم الاشتراكات عندنا في النادي بيخلص الاجراءات عند العضو. جميل، ده جميل جدا. المسافه دي. ده شيء رائع يا دكتور. في اي حاجه ثانيه تحب تضيفها سعادتك؟ شكرا ليكم، شكرا لجماهير النادي الاهلي اللي دايما بتساند وبتدعم النادي الاهلي، شكرا لاعضاء النادي الاهلي في الحقيقه اللي كل يوم بيخلونا نزداد فخر بيهم بتعاونهم وحرصهم على الشان الوطني في ظل هذه الجائحه. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتقد كلام مهم للراغبين والحالمين بالانضمام لعضويه النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي.